미국 한국 공수사 MBC 뉴스. The United States continues to blame China for the global pandemic. There's more and more talk of a cold war between the U.S. and China. At the same time, Chinese and American officials talk of creating favorable conditions for the phase one trade deal that could help stabilize relationships. And so, Mr. Premier, are you still confident that more economic reforms and concessions by China can adequately address America's concerns, given that China's economy has been weakened? Or if all efforts for cooperation fail, can China's economy withstand the threat of Cold War and decoupling? Thank you. NBC الأمريكية. في ظل الاتهام الولايات المتحدة الصين بمصدر الفيروس وباء، هناك ادعاءات كثيرة حول حرب باردة الجديدة بين البلدين، وكثير من المسؤولين مهتمون بتوفير ظروف مواتية للتوصل إلى الاتفاقية التجارية بين البلدين. نظرا لصعوبة النمو الاقتصادي الصيني، هل ترون أن إصلاح السياسة الاقتصادية الصينية ستجد المفهوم من جانب أمريكي، وفي فشل الجهود الصينية هناك، هل هناك مخاطر لفك الارتباط بين البلدين؟ 中美关系有很重要，两国都是联合国安理会常任理事国，我们在应对传统的或非传统的挑战方面都有很多可以而且应当合作的地方，我们在经贸、 科技、人文方面也有广泛的交流。可以说，我们之间存在着广泛的共同利益。中美两国合策两利，斗策俱伤。它不仅关系 两国人民的利益，而且关系到世界，所以也引起一些问题发生以后，世界的担忧。至于你说到冷战，我们从来都是摒弃冷战思维的。关于所谓脱钩，可以说 两个主要经济体脱钩，对谁都没有好处，也会伤害世界。Well, it is true. في وقت راهن تشهد العلاقات الصينية الأمريكية بعض مشاكل جديدة وتحديات جديدة، غير أن هذه العلاقات مهمة للغاية بالنسبة لنا، لأن كلا بلدين العضو دائم في مجلسنا الدولي، وهناك مزيد من المجالات والجوانب تتطلب التعاون بين الصين والولايات المتحدة، تحديات تقليدية وغير التقليدية، ويجب ولا بد من لتعزيز التعاون. وكذلك لدينا التواصل الواسع النطاق في مجالات الاقتصادية والتجارية والعلمية والثقافية والإنسانية، ولدينا مصالح واسع النطاق المشتركة. وممكن أقول إن الصين الولايات المتحدة تربحان بالتعاون وتخسران بالتصادم، والتعاون بين بلدين يخدم مصلحة الشعبين والعالم، ولذلك المشاكل أثارت قلق العالم. أما بالنسبة لحرب باردة، نحن دائما ننبذ العقلية حرب باردة. أما بالنسبة لفك ارتباط، نعتقد أن فك ارتباط بين الاقتصادين الرئيسيين في العالم لا يخدم لأي أحد في العالم. 还是应该按照两国元首达成的共识
推动啊，建立协调合作、稳定为基调的中美关系。刚才你的提问当中比较关注经济方面，中美两国经济可以现在说是你中有我，我中有你，这一路走来啊很不容易，但双方都从中获益。这是我想起啊，就在几天前，一家美国公司，还是高科技公司，在中国的武汉宣布并且实质性的投资开工。我不能做商业广告，但是我对他这个行为是赞赏，所以发出了贺信。这个例子就表明中美商贸界是互有需要的，是可以实现合作并且互赢的。 I believe يجب علينا إقامة العلاقات الصينية الأمريكية قائمة على التنسيق والتعاون والاستقرار وفقا للتوافق بين رئيسين البلدين. وفي مجال التطور أو التعاون الاقتصادي فإن مصالح الصينية والأمريكية تتشابك، ومن الصعب فقر الارتباط، وكلنا مستفيدون من هذا التعاون. قبل أيام أعلن إحدى الشركة الأمريكية في قطاع العلوم والتكنولوجيا الحديثة عن فتح فروع في مدينة ووهان وضخ الأموال والاستثمار في هذه المدينة. أنا شخصيا أتفق مع أو أقدر هذا الخيار، ووجهت رسالة التهاني خصيصا إلى هذه الشركة. هذا يدل على أن الصين والولايات المتحدة تحتاج بعضهما إلى بعض، ويمكن أن نشري التعاون حتى تحقيق كسب مشترك. Can be of mutual benefit. 中美之间的商贸合作还是应该遵循商业规则，由市场来选择，由企业家判断拍板。刚才的例子就可以说明政府是搭平台。当然中美一个是世界上最大的发展国家，一个是世界上最大的发展国家，我们有不同的社会制度、文化传统、历史背景，我们之间存在分歧、发生矛盾，这是不可避免的。问题在于怎么样对待。中美关系这几十年来风风雨雨，一方面合作前行，一方面磕磕绊绊，的确很复杂。这需要有智慧去扩大我们的共同利益，管控分歧矛盾，أعتقد أن التعاون التجاري بين الصين والولايات المتحدة يتعين عليه تمسك بقواعد تجارية ووفقا لمبادئ السوق وحسب تحليل من قبل رجال الأعمال. والمثال السابق يدل بجلاء على أن دور الحكومة فقط إقامة المنصة لهذا التعاون. إن الصين باعتبارها أكبر دول نامية في العالم، والولايات المتحدة باعتبارها أكبر دول متقدمة في العالم، طبعا تختلف في النظام الاجتماعي والتقاليد الثقافية والخلافيات التاريخية، وهناك الخلافات والنزاعات كثيرة بينها، وهذا شيء طبيعي. وأهم شيء هو سبل التعامل مع هذه الخلافات.
وعلى مدى العقود صمدت العلاقات الصينية الأمريكية أمام الاختبارات وتغيرات كثيرة. من ناحية نقوم بالتعاون، ومن ناحية أخرى نواجه تعارجات. هذا الوضع معقد للغاية، وطبعا يتطلب مزيد من الحكمة لكلا البلدين لزيادة مصالح المشتركة والسيطرة على الخلافات والنزاعات. 尊重对方的核心利益和重大关切，寻求合作共赢，这样于己、于人、于世界都有利。谢谢。 خلاصة القول يجب الالتزام بالاحترام المتبادلة والمساواة والمنفعة المتبادلة. يجب مراعاة المصالح الجوهرية والهموم الكبرى لجانب آخر حتى الوصول إلى التعاون وكسب مشترك. هذا الأمر يفيد جانبين وأيضا يفيد العالم. شكرا.